السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل شيء باب معلش كنا على الصامت شوية بس يلا أنا ما لقيت السماعة بجري بجري. هذا عديتها هذا عديتها البحر والله أحس إنها غث الصراحة تغثني مرحلة البحر. هذه مرحلة الديناصورات برضو تغثني خلاص بس كيف تعدون الوحش يعني ختمه هنا. الله يعينك يا شباب على مرحلة رقم 15 لا مو 15 سعر 14 اسباقات. عارف اني ما جبت المركز الاول بس كان يمديني بس انا ما العب بدون نفس كذا مو بدون نفس. انا بس اوريك كيف طريقة اللعبة ترى سهلة. شوف تضغطون عشان تعدون السياق الثانية وانت تضغط هذا R2 اضغط RL2 عشان يديك الدفعة كذا. المهم علينا هذا 13 ذي خايسة هذه لازم يكون انا سهلتها معي لان معي بازوكا. اللعبة سهلة معي لان معي بازوكا اقدر اسكت الحريق اللي يرمون علي قزاز ذا حقة الحريق اللي ما علينا. يلا نعد الوحش. اعتبروني عديت 11 و 12 ها خلاص بديت الجواب. يلا بدينا صح يمديني اغير الشخصية كراش العب بالبنت العب كيف بس يلا لابد من لازم نفسه. Now you're on my time you little skunk. Give me the crystals. يو هذه بلا تركيز. لا هذه قرن بكراش الجديد على السنوان القفز كان احسن. ايه القفز اخذ وقت. لا يا الله ابدقر جيت يا وقتك. ان شاء الله بطيء كويس كويس الطريق كله حلو حلو كله. يلا الثاني اصعب من الاولى تكون هذه اقل. لا يا الله لا تجيش خليه ما خليه ليش يا الله الثالث ان شاء الله ختمها ان شاء الله اجيبها. قد يطلق نفس المسار. لا 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 على اخر شيء يعني ترى هو سبب انك تقفز بسرعه. اجري تقلع بس يلا ان شاء الله احافظ على مدقر الثانية. لا 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 شكله بعقدني ذا الوحش مو واحد زعيم. لا 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 جت فوق لو عد نفس الثانية والثالثة الثانية
طيب بدون ما يصقعني ما خسرت بدك الغرفة الأخير كويس. أوكي جت فوق قدرت أكمل. بيكون طريق صعب. لا خلاص هذا اخر مره ما نفعت خلاص اعتبروني عديت يا شباب. هذا ما الوقت انا حاط وقت التسجيل لقليل نص ساعه خفيت الوقت و... ان شاء الله بس نعدي هذا اخر مره اخر مره اخر مره. لا تجيبي اوف فل والله اني محبوب. كويس يلا يلا اخر واحد اخر واحد بس الطريق الطريق انا شايل عم الطريق. لا يلا اقعد خلاص اول ما تكتب بطلع لك قدرة. يلا ان شاء الله استمتعتوا بالتختيم ذا الناقص. نشوفكم في الحلقة الرابعة ان شاء الله. الحلقة الرابعة من ناخذها لفة كذا نشوف لنا مراحل حلوة. من زمان على كراش. يلا 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 طيب ادينا 11 ل 15 لا لا ارجع ارجع هنا تغيير الشخصيات المرحلة الفرعونية 16 كويسة 17 كويسة طيارات ارجع ارجع حق السفر 19 يعني نص نص 20 يعني ها مش حالك. يلا للعموم يا شباب ان شاء الله استمتعتوا في المقطع نشوفكم في الحلقة الرابعة ان شاء الله وتختيم من 16 لحد 20 ان شاء الله. يلا معليش وسمحونا على القصور والسلام عليكم.